وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حذر من أن هناك تدفقا متزايدا للمقاتلين الأجانب القادمين إلى سوريا من شمال أفريقيا ودول أوروبا. وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقده في موسكو أن المعارضة السورية في الخارج لم تلمس معاناة الشعب السوري ومعظمهم يعيشون في الخارج، مؤكدا أن عقد مؤتمر دولي حول الأزمة في سوريا هو السبيل الوحيد لحل الأزمة وأن روسيا لا ترى سبيلا غيره. ولفت لافروف إلى أن ما تشهده الأزمة في سوريا من تطورات تهدد استقرار المنطقة وتسهم بتعميق الخلافات في العالم الإسلامي وتنامي الأخطار المحدقة بسوريا. وأوضح وزير الخارجية الروسي أن عدم تمديد الحظر الأوروبي على توريد الأسلحة إلى سوريا يضع عقبات على طريق عقد المؤتمر الدولي المزمع عقده في جنيف، منتقدا بشدة مشروع القرار الذي تدعمه الولايات المتحدة حول سوريا المزمع مناقشته في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم، قائلا إنه سيضر بمحاولات إنهاء الأزمة في سوريا.